معايا على التليفون دكتور عمرو حلمي الغول، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. أهلا بيك يا دكتور عمر. أهلا بيك يا أستاذ يوسف. أهلا بيك دكتور عمر. دكتور عمر، كيف ترى هذه المذبحة السافرة السافلة اللي حصلت في مخيم النصيرات اليوم؟ هي عار على جبين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأس كل من يقف معهم ويدافع عن الحكومة الإسرائيلية وحربها الفاشية النازية على أبناء الشعب العربي الفلسطيني. وهي تكشف للمرة المليون أن هذه الحكومة التي ولدت من رحم الإرهاب والفاشية ما زالت تواصل حرب الإبادة للشهر التاسع على التوالي على أبناء الشعب العربي الفلسطيني. واستشهاد اليوم 246 من المذبحة وحرب الإبادة التي راح ضحيتها 210 شهداء وما يزيد على 400 جريح يكشف أن هذه الدولة المارقة والتي شاركت وقادت العملية فيها الولايات المتحدة مستخدمة الجسر أو الرصيف المائي على شاطئ غزة الذي ساهم بقتل حوالي 150 مواطن. معنى أن الولايات المتحدة هي التي تقود وما زالت تقود دفة الحرب منذ 7 أكتوبر حتى اللحظة الراهنة. وبالتالي هذه جريمة على العالم أن يقف بقضه وقضيه لوقف هذه المهزلة وهذه الحرب فورا وبشكل دائم وإدخال المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب العربي الفلسطيني وتأمين حماية الشعب ورفض خيار التهجير القسري والعمل على إعادة الإعمار فورا وبدون قيد ولا شرط من دول العالم المختلف وتحديدا تحديد إسرائيل وأمريكا المسؤولية الأساسية عن إعادة الإعمار وبرعاية منظمة التحرير الفلسطيني وحكومتها الشرعية حكومة الدكتور محمد مصطفى. بالتالي هذه مسؤولية العالم ويجب الكف عن المراوحة والمماطلة والتسييف التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الحرب التي أعلنت جهارا نهارا وبشكل واضح أنها ستواصل حرب الإبادة إلى ما لا نهاية، لأن في استمرار الحرب هو إدامة لبقاء نتنياهو على رأس الحكم وهي تحقيق أيضا لتحقيق أهداف أيديولوجية سياسية أيضا لهذه الحكومة التي ترفض إقامة الدولة الفلسطينية وتعمل على تصفية الشعب العربي الفلسطيني بكل أرجاء الوطن الفلسطيني بدءا من القدس العاصمة مرورا بمحافظات الضفة وصولا إلى محافظات القطاع الخمس التي سقط منها حتى الآن ما يزيد على 36 ألف شهيد وما يزيد على 87 ألف شهيد. طب دكتور عمر، يعني الكثير من المحللين في أوقات سابقة كانوا بيشوفوا أنه نتنياهو يعني مصر على استمرار العمليات العسكرية حتى يعود ببعض المحتجزين الأحياء عن طريق هذه العمليات. الآن بنيامين نتنياهو عاد بأربعة من المحتجزين، هل تتصور أنه سوف يتوقف عند هذا الحد باعتباره يعني نفذ ولو جزء من تصوراته أو مخططه الرئيسي؟ أولا أود أن أؤكد أنه أعلن مباشرة أنه سيواصل حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب العربي الفلسطيني ولن يتوقف إلا بعد الإفراج عن رهائنه وأحياء وأموات. وكذلك أعلن جلان أنهم سيواصلوا المفاوضات في ظل النيران وتحت نيران الحرب. بالتالي هذه الحكومة بكل مكوناتها هي ليست مع وقف الحرب. وما حدث اليوم، ألا ترى أن هناك تناقض بين ما يجري في الدوحة والقاهرة من مفاوضات لتبادل الأسرى برعاية الولايات المتحدة وضغطها للإفراج عن الرهائن؟ هل كان يجب أن يذهب
210 من الشهداء وما يزيد على 400 من الجرحى الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء جميعا. هل كان يجب أن يأتي ذلك وأن يتم ذلك على مرأى ومسمع من العالم؟ هذا هل هذا إنجاز؟ أنا لا أعتقد أنه. للشهر التاسع هل حقق نتنياهو شيئا خلال الشهور التسعة الماضية شيئا من الأهداف التي حققها؟ ماذا يعني الإفراج عن أربعة؟ طب وفي ذات الوقت هو قتل أسرى ورهائن إسرائيليين في ذات المكان، ولم يحقق كل ما يريد، هو قتل أيضا إسرائيليين في ذات الوقت. صحيح. بالتالي العملية عملية فاشلة بالمعايير المختلفة. طب هل تعتقد دكتور عمر أنه من الوارد أنه المنظمة تصعد عملياتها تجاه الجيش الاحتلال؟ هل من الوارد أنه كيانات أخرى من الممكن أن تصعد من العمليات تجاه الاحتلال؟ يعني حزب الله هل من الممكن أن يستمر في التصعيد؟ هل قوات عبد الملك الحوثي من الوارد أيضا أن تستمر في تصعيد ما؟ هل من الممكن أن يتم فتح الجبهة السورية مرة أخرى ردا على عملية النصيرات؟ يعني كما يعلم من خلال إعلان حزب الله وكذلك من الحوثيين ومن غيرهم من القوى، هم يواصلوا عملياتهم ضد الأمريكان وضد الإسرائيليين في شمال فلسطين المحتلة عام 48. بالتالي هم موجودين ويعلنوا على كل الأيام الماضية والمتوالي أنهم يواصلوا الحرب، حتى أن اليوم قال حزب الله أنه ألقى بألف صاروخ خلال هذه الحرب على إسرائيل. صحيح. معنى آخر أنهم ما زالوا يشاركوا بمعاييرهم وفق محددات العملية التي تسير وفق ما هو متفق عليه في حدود الاشتباك بين الطرفين، بين حزب الله وإسرائيل، استنادا للقرار 1701. وبالتالي حتى اللحظة رغم أن إسرائيل تقول بشكل مستمر أنها ستفتح الجبهة الشمالية وطالب جالانت بدعوة الاحتياط 50,000 أولا ثم ليصل العدد إلى نحو 300,000 جندي وضابط من الاحتياط. معنى آخر أن هناك إمكانية لتدحرج الحرب نحو جبهة الشمال على الحدود مع جنوب لبنان. أنا بأشكرك جدا دكتور عمر حلمي الغول، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.